السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد شابتر الإكسترا توبكس. الشابتر ده طبعا أسهل شابتر في الكورس كله، لأننا هناخد بس فيه المواضيع قشور كده من المواضيع المهمة. هنركز على الأسئلة بتاع البورد اللي اتكررت في الامتحانات اللي فاتت، هنركز على النقط اللي اتسأل فيها، يعني مش هناخد الموضوع إن ديتيلز. حضراتكم لو عايزين تقروا في المواضيع أكتر، ممكن حضرتك بتلجأ للمصدر بتاعنا اللي هو كتاب الامبراطوري. فأول حاجة عندنا هناخدها في الاكسترا توبكس، هناخد الانفكشوس ديسيز. هناخد النهاردة الانفكشوس ديسيز والديرماتولوجي بارت 1. فالانفكشوس ديسيز هناخد السكيبس أول حاجة، بعد كده هناخد البيكلوزز واللايم ديسيز والام بي سي اند ام اي سي. الانفكشنز ديسيز هناخد اول حاجه السكيبس. السكيبس دي هي عباره عن اصابه الجلد بحشره اسمها ساركوبي سكيبي. الحشره دي ممكن تعيش على الجلد لمده شهور. بيحصل ريبرودكشن، بيحصل انها بتعمل لي للايجز على السكن، على السيرفيس بتاع السكن، فده اللي بيسبب الريد راش والايتشي. السيمبتومز بتاع السكيبز عباره عن انتنس ايتشنج، يعني هرش شديد جدا، وورسن ات نايت، بيزيد جدا بالليل. ممكن بالسكرابنج، يعني لو حصل هرش زياده اكتر ممكن يحصل سورس، يعني بيحصل زي قرح كده. بتبقى طبعا عرضه للانفكشن. في الحاله دي بدي كورس انتي بايوتيك مع التريتمنت بتاع السكيبس اللي هو الكريم او اللوشن. في بقى في السكيبس عندي نقطتين مهمين جدا لازم اخد بالي منهم في التريتمنت بتاع السكيبس. اول حاجه ان انا لما اجي ادي كريم او لوشن لازم اغطي الجسم كله بالكريم او اللوشن، يعني الاكسبوز والان اكسبوز اريا، اغطي كل حاجه، اغطي بطن الايد، اغطي بطن القدم، بين الفينجرز، كل الجسم كله ابتداء من الرقبه لحد اصابع القدم. ما ينفعش اسيب يعني جزء حتى ولو صغير، ما ينفعش اغطي بس الاماكن اللي فيها ايتشنج، كل الجسم انتاير بودي لازم يتغطى بالكريم او الوش، مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان انا مش بعالج بس البيشنت، لا انا بدي كمان نفس التريتمنت اللي بياخد البيشنت لكل الهاوس وورد ممبرز اللي الموجودين معاه في البيت، يعني خاصه اللي لهم سكن تو سكن كونتاكت مع الانفستد بيرسون. فالمفروض بدي تريتمنت للبيشنت وبدي لكل اللي عايشين معاه او اللي ليهم علاقه في السكن تو سكن. السيمبتومز بتاعي في السكيبس زي ما قلنا بتبقى نتيجه للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. بيستمر الايتشنج حتى بعد التريتمنت ما يخلص لمده اسابيع، بيستمر ايتشنج لمده اسابيع. في الحاله دي بدي حاجه انتي هيستامين زي الدايفين هيدرامين عشان يقلل الالرجي اللي حصلت من السكيبس بعد ما خلصنا التريتمنت. في التريتمنت اوف سكيبس الفيرست لاين عندي هو البيرمسرين 5% كريم، هو افكتيف جدا لكن ال 1% از نوت افكتيف. فالفيرست لاين هو 5% اوف بيرمسرين كريم. السكند لاين الايفرمكتين هو عباره عن اورال سنجل دوز، بدي للبيشنت لو حصل فيلير في التريتمنت او البيرمسرين 5% كريم. وممكن برضو بدي للبيشنت لو هو عنده صعوبه في انه يغطي جسمه كله بالكريم او اللوشن، او ما عندوش حد يساعده في تغطيه جسمه بالكريم او اللوشن. فالايفرمكتين بتبقى اورال سنجل دوز بياخدها مره واحده وخلص. لو حصل تريتمنت فيلير مع البيرمسرين 5% كريم والايفرمكتين، فبلجا في الاخر خالص للندام كريم، هو اللاست لاين عندي فور تريتمنت اوف سكيبس. طبعا هو بلاك بوكس وارنينج،
لونج نيورولوجيك توكسيستي بيعمل سيجر وممكن يؤدي للديس. عشان كده يعني اخر حاجه ممكن افكر فيها او الجا ليها هو اللندام كريم. تمام، يبقى الفيرمسي 5% كريم فيرست لاين، بعدين الايفرميكتين، اخر حاجه اللندام. السؤال اللي عندي في السكيبس: 26 years old mother of 2, 6 and 8 years old، عندها اثنين اطفال 6 و 8 سنين، who has contacted Scapes after spending the night at a neighborhood friend's house. بعد ما قضوا ليله مع جيرانهم رجعوا وعندهم symptoms للسكيبس. استعملوا البيرمسلين 5% لكن بعد خلاص ما السيمتومز اختفت بعد شهر حصلت لهم رجعت لهم السيمتومز تاني. يعني معنى كده حصل تريتمنت فيلير. طيب ايه سبب التريتمنت فيلير؟ which one of the following factors most likely caused the treatment failure؟ هل increase the resistance battles بتاع الاسكيبز in the United States، ولا prescriber ordering an inappropriate dose of permethrin، ولا not apply permethrin to all body، ولا not evaluating effective symptoms؟ ايه سبب ال treatment failure؟ احنا قلنا نقطة مهمة جدا في التريتمنت اوف اسكيبز ان انا لازم اغطي ال entire body بالكريم او اللوشن. بيحصل تريتمنت فيلير لو انا سبت ولو جزء بسيط حتى من الجسم ما تغطاش بالكريم او اللوشن، بيحصل ري انفكشن تاني. فالسبب عندي هنا هو not applying permethrin to areas such as the soles of feet or unexposed areas. الاجابه الصح عندي هنا اللي هي سي. السؤال الثاني: 14 years old male عمل زيارة ل his uncle for 2 weeks. بعد كده بدأت تظهر عليه الاسكيب symptoms infection. حصل itching between the fingers والarm. استعمل اللوراتادين واستعمل الهيدروكورتيزون كريم. لكن طبعا ما جابش معاه نتيجه كويسه، يعني في تريتمنت فيلير. ايه الفيرست تريتمنت؟ which one of the following is the best first choice to eradicate this infestation؟ ايه الفيرست لاين عندي فور تريتمنت اوف سكيبس انفكشن؟ الفيرست لاين قلنا هو البيرمسلين. البيرمسلين 5% لوشن، لكن 1% not effective. هناخده بعد كده في التريتمنت اوف اللايس انفكشن. يبقى البيرمسرين هو الفيرست لاين فور تريتمنت اوف سكيبس. الاجابه عندي بي. ناخد بعد كده اللايس. اللايس طبعا هي حشره بتبقى منتشره اكتر في شعر الاطفال اللي بيبقوا قريبين قوي من بعض، بيروحوا المدرسه او بيروحوا الحضانه، بيبقى ما يجوا بيلعبوا مع بعض كده بيبقوا قريبين قوي من بعض. ممكن سهل جدا تتنقل الحشره من شعر طفل للتاني. برضو بتبقى موجوده اكتر في شعر بنات لانه شعرهم بيبقى اطول. فال treatment of lice infection في non pharmacological treatment وال pharmacological treatment. ال non pharmacological treatment ان الام بتستعمل المشط الرفيع ده اللي بيعمل ريموفال لكل اللايس او الايجز الموجوده في الشعر. طبعا ده بيحصل لما يظهر على الطفل symptoms of lice infection، تلاقيه بيهرش قوي في شعره، فبتبتدي تعمل ده مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع عشان تعمل ريموف لكل الحشرات، لكل اللايس، لكل الايجز الموجوده في الشعر. في الفارماكولوجيكال تريتمنت الفيرست لاين عندي فور تريتمنت اوف اللايس انفكشن هو البيرمسلين 1% كريم.
خلينا فاكرين ان الفور تريتمنت اوف الاسكيبس هو الفيرست لاين كان البيرميسرين 5%، لكن هنا في اللايز هو البيرميسرين 1%. لو استعملنا البيرميسرين 1% وحصل تريتمنت فيلير بستعمل البايرسرين كومباينيشن او الماليثيون شام. لو برضو ما تعالجش حصل تريتمنت فيلير بدي بعمل اد اون للإفريمتين اور سنجل دوز او اد اون للسلفاميثوكسازول مع الترايميثوفين. طبعا ده مع التوبيكال ثيرابي اللي انا ماشي يعني. يبقى الفيرست لاين فور تريتمنت اوف اللايز اول حاجه عندي البيرميسلين 1% كريم، لو ما تعالجش بدي البايريثرين كومباينيشن او الماليثيون شامبو. لو حصل تريتمنت فيلير بدي بضيف السلفاميثوكسازول مع الترايميثوفين او الإفريمتين as oral single dose. تمام كده، كلام بسيط جدا وسهل ما فيهوش اي حاجه. السؤال عندي في اللايس 17 years old girl contact lice. بنت عندها 17 سنه حصل excessive scalp itching. She was treated with permethrin 1% at home. بعدين was not completely resolved. يعني هي استعملت permethrin 1% ما حصلش complete resolved للinfection with this treatment. And her family physician recommend a second course of therapy. هي البنت عندها حفلة، حفلة الجراديويشن في نهاية الدراسة، فعايزة طبعا السيمتومز اوف الانفكشن دي بسرعة، عايزة يعني تنتهي منها بسرعة. فايه اللي ممكن يختصر لنا الوقت بعد ما استعملت البيرميثرين؟ ممكن اعمل اد اون لايه عشان اعمل تريتمنت؟ which would be the best addition to permethrin to enhance therapy and decrease the chance of another course of therapy. هل أضيف الأورال إفريمتين 300 microgram per kilogram for two doses ولا add topical ملاسيون 0.5% ولا apply suffocation مش عارف إيه ولا add oral trimethoprim sulfamethoxazole twice daily for 10 days. إحنا قلنا لو حصل treatment failure للبيرميثرين المفروض ان انا اعمل اد اون. هو طبعا مش هينفع ان انا ادي ملاسيون مع البيرميثرين عشان الاثنين يا كده الاثنين توبيكال، فبرضه هياخد وقت، هي مستعجله عايزه تنتهي من السيمتومز دي، عشان ما ينفعش طبعا تحضر الحفله وهي بتهرش شعرها شكلها حتى مش حلو. فالمفروض ان انا اعمل اد اون للإفريمتين او الترايميثوبرين مع السلفاميثوكسازول. الإفريمتين هنا عندي الدوز غلط، لان الإفريمتين بيتاخد as oral single dose وهو هو قايل هنا ان هو two doses، فمش هينفع الإفريمتين. فهعمل add on للأورال ترايميثوبرين مع السلفاميثوكسازول twice daily for 10 days. الإجابة الصح عندي هي دي. Lyme disease is an infection that is transmitted through the feet of tick infected with a bacterium called Borrelia burgdorferi. هي عبارة عن infection. Lyme disease عبارة عن infection بيتنقل عن طريق لدغة حشرة هي التيك. التيك دي بتبقى موجودة في الأماكن المفتوحة زي الحدائق والباركينج وكده. التيك دي بتنقل نوع من البكتيريا اسمه بروليا بروجدروفي. اسم البكتيريا ده مهم على فكرة، يعني هو جالي في امتحاني قبل كده وتكرر في امتحانات تانية لبعض الزملاء. بس مش كل شخص بيتلدغ من الحشرة دي بيحصل له انفكشن، يعني معظم الناس ما بيحصل لهاش حاجة، بس لازم أعرف البيشنت اللي هو حصل له لدغة من الحشرة دي انه جسمه هيتعامل عادي مع اللدغه دي، ولو حصل اي سيمتومز مفروض يرجع للدكتور على طول عشان يديله التريتمنت بتاعه. السيمتومز اوف اللاين ديزيز
في الايرلي ستيج بيظهر عندي سيركلر اكسباندنج راش، عباره عن دايره زي ما احنا شايفين كده، دايره حمراء حوالين اللدغه بتاع الحشره دي. الدايره دي او بتظهر لمعظم الناس، يعني بتظهر مثلا من 70 ل 80% من المرضى. ممكن لو انا اهملت بتنتشر في الجسم وبيحصل سبريدنج للانفكشن. ده في الايرلي ستيج. زي ما انا قلت لو حصل اهمال او ما اتعالجش صح البيشنت، فبعد شهر تقريبا مثلا من تاريخ اللدغه بتتحول الحاله دي من الايرلي ستيج للمور سيفير كيس اللي هي اللاست ستيج. بيحصل جوينت انفلاميشن اللي هي الارثرايتس، بيحصل بايريفيرال نيروباثي، ممكن تاثر لي على السنترال نيرفس سيستم وتعمل لي كونفيوجن. فالمفروض ان اول ما تظهر السيمبتومز على البيشنت لازم الحق المريض بسرعه وادي له التريتمنت بتاعه. زي ما قلنا في السيمبتومز في الدايجنوزيس، سوري الدايجنوزيس زي ما قلنا بيبقى في فايندينج از بولز اي، يعني بيبقى شكلها زي العين كده، شكلها شبه العين، تبقى اللدغه في النص وحواليها سيركل حمراء كده ليش along with history of symptoms. The special blood test can be taken 3 to 4 weeks after suspected contact to confirm the diagnosis. يعني البكتيريا دي ما بتبانش في البلد الا بعد حوالي من 3 إلى 4 أسابيع من تاريخ اللدغه. عشان اعمل اخد عينه من الدم عشان اشوف الانفكشن ما ينفعش الا بعد من 3 إلى 4 أسابيع. التريتمنت بتاعي هو انتي بايوتيك عباره عن دوكسيسايكلين او اموكسيسيلين. التريتمنت اوف لايم ديز انفكشن دوكسيسايكلين اور اموكسيسيلين. السؤال عندي في اللاين ديزيز، patient came to the clinic after he was in a visit to North America forces. هو جه عيادة الدكتور وقال انه اتلدغ من حاجة في ايده، من حشرة في ايده، وما يعرفش طبعا هي ايه. ما قالش ان ظهر عليه اي symptoms. هو اتلدغ وجه على طول وبيسأل what is the best thing to do؟ يعني نقدر نعمله ايه؟ هل do nothing ولا educate the patient ولا get برولية بروكدروفري سيرولوجي ولا نعمل culture للبرولية؟ هو طبعا ما قالش انه اتلدغ ومر عليه مثلا 3 أو 4 أسابيع علشان اقدر اعمل سيرولوجي ولا اعمل culture. احنا قلنا ان الميكرو اورجانيزم ما بيبانش في البلد الا بعد حوالي 4 أسابيع. فأنا هستبعد السيرولوجي وهستبعد الكالتشر، هستبعد 3 و4. Do nothing طبعا ما ينفعش. فالإجابة عندي هتبقى educate the patient about the Lyme disease. لازم أعرف البيشنت إن جسمك هيتعامل مع اللدغة ومش هيحصل حاجة، لكن لو ظهر أي symptoms المفروض إن أنت ترجع للدكتور علشان يديك التريتمنت بتاعك. لازم أعلمه وأعرفه كل حاجة عن اللاين ديزيز. تمام كده؟ الموضوع اللي عندي بعد كده الـ MBC and the MIC. الـ MBC اللي هو minimal bactericidal concentration is the lowest concentration of an antibacterial agent required to kill bacteria. هو اقل concentration، المينيمال bactericidal concentration هو اقل concentration من الانتيبيوتيك اللي ممكن يعمل لي killing للبكتيريا. تمام؟ المينيمم inhibitory concentration الـ MIC is the lowest concentration of an antimicrobial that will inhibit visible growth of microorganism after overnight incubation. يعني المينيمال inhibitory concentration هو اقل concentration من الانتيبيوتيك اللي بيعمل لي انهبيشن
للكروس اوف المايكرو اورجانيزم افتر اوفرنايت انكيوبيشن. يعني لو احنا فاكرين كان هو البكتيروسايدال والبكتيروستاتيك، احنا درسنا حاجه زي دي. فانا عايزه اعرف او اعين الام بي سي والام اي سي، اعين المينيمال بكتيروسايدال كونسنتريشن واعين المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن. هنشوف التجربه دي اللي احنا بنعملها سهله جدا وبتتكرر كتير جدا في امتحان البورد، فياريت ناخد بالنا ان خساره ان احنا نضيع اسئله سهله زي دي. احنا هنجيب تيست تيوبس زي ما احنا شايفين، هنعمل سيريال ديليوشن من الانتي بايوتكس ابتداء من 16 8 4 2 1 and so on. هحط في كل تيست تيوب كمية ثابتة من المايكرو اورجانيزم، وليكن زي ما احنا شايفين كده 10 اس 5 كولوني من المايكرو اورجانيزم في كل تيست تيوب. هنعمل لهم انكيوبيشن في درجة حرارة مناسبة لنمو المايكرو اورجانيزم لمدة 24 ساعة. وهبص على التيست تيوبس اشوف اول تيست تيوب ممكن يعني ما اشوفش فيها جروس، اول تيست تيوب نوت تربت، اول تيست تيوب كلير عندي، يبقى هو ده الكونسنتريشن اوف الانتي بايوتيك اللي عمل لي انهبيشن للمايكرو اورجانيزم الام اي سي. هو هنا واضح ان هو التركيز اللي هو 0.25 هو ده الام اي سي اللي هو كونسنتريشن وزود فيزيبل جروس، مفيش جروس تمام. يعني كل التست تيوبس اللي قبلها اللي قبل الكونسنتريشن ده كله انا شايفه فيه جروس، فيه تربيديتي. اول تست تيوب كلير ما ظهرش فيها تربيديتي، هي دي الام اي سي او المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن تمام. بعد كده عشان اجيب المينيمال بكتيريوسايدال كونسنتريشن باخد التست تيوب دي والثلاثه اللي بعدها. مثلا المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن هو الكونسنتريشن اللي هو 0.25، اخد اللي بعدها واللي بعدها زي ما احنا شايفين كده. المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن هو في التست تيوب 8 اللي بنشاور عليها بالسهم دي. التست تيوب دي واللي بعدها واللي بعدها، وهحضر 3 بتري دش واخد عينه من كل تيست تيوب احطها في الاجار ده علشان اعين المينيمال بكتيروسايدال كونسنتريشن. فبعد ما احط العينه من كل تيست تيوب في البتري ديش دي بعمل لهم انكيوبيشن برضو في درجه حراره مناسبه لمده اسبوع، وبشوف انهي كونسنتريشن اللي عمل لي كيلينج للبكتيريا. انا مش شايفه جروس في البتري ديش ده، هو دي الكونسنتريشن، اول كونسنتريشن عملت لي كده البكتيريا هي دي المينيمال بكتيريوسايدال كونسنتريشن. يبقى لو حصل نو جروس في البيتري ديش او البيتري ديش ما حصلش فيه جروس، هو ده الام بي سي. الام بي سي هو ذا مينيمال كونسنتريشن اوف ا دراج ذات كيلز ذا بكتيريا. الام اي سي ذا مينيمال كونسنتريشن اوف ا دراج ذات انهبيت the growth of bacteria. تمام كده؟ السؤال بيجي سهل جدا، ممكن الارقام بتتغير لكن يعني نفس طريقه السؤال هنشوف ازاي. بيجيب لي جدول زي كده، بيديني السيريال كونسنتريشن اللي على الشمال ده اللي هو 0.03 0.06 0.12 يعني زي ما احنا شايفين التيوبس تربت تربت كلير كلير كلير، الاجار جروس 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 نو جروس. وبيقول لي فين الام بي سي وفين الام اي سي، فين المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن وفين المينيمال بكتيريوسايدال كونسنتريشن. احنا قلنا ان المينيمال انهيباتوري كونسنتريشن هي اول تيوب، ابص على الجدول كده واشوف التيوب، اول تيوب كلير او اول تيوب ما حصلش فيها تربيديتي يعني نوت تربت، يعني هي اول تيوب ما فيهاش مايكرو اورجانيزم.
فين اول تيوب عندي هنا كلير عند الكونسنتريشن 0.12، يبقى الام اي سي هي 0.12. طيب المينيمال باكتيريوسايدال كونسنتريشن هو اول اجار عندي ما حصلش فيه جروس. طب فين هنا اول اجار؟ ابص على الاجار، هو نو جروس، اول نو جروس اهو قدامي عن ال 0.5، يبقى الام بي سي هتساوي ال 0.5 اللي هو نو جروس. تمام كده؟ يا رب تكون واضحه وسهله. كده خلصنا الانفكشوس ديسيز، هنتنقل على الدرماتولوجي. هناخد الاكني والبيرنز والسورياسيس الارتكاريا، هناخد ستيفن جونسون سيندروم، وهناخد البيكيوتس ألسرز او البيكسو. اول حاجه عندي الاكني، موضوع مهم جدا الاكني لازم بيتسال فيه. هناخد الكوزز اوف اكني، اسباب الاكني وانواعه، هناخد الدراج اندوس اكني والتريتمنت اوف اكني. ايه سبب الاكني؟ ايه سبب حبوب الشباب اللي بتظهر عند معظم الشباب؟ السبب ان في جلاندز زي ما احنا شايفين كده، في جلاندز تحت الهير فوليكل هي المسؤوله عن السيبيوم برودكشن. السيبيوم برودكشن بيزيد لما بتزيد، لما بيزيد الاندروجين. تمام، دي الجلاندز اهي، يحصل برودكشن للسيبيوم مرتبط بزياده الاندروجين. يعني في زياده في افراز الدهون من الغدد الدهنيه في البشره، وزي ما قلنا هي دي بزياده، بسبب زياده الاندروجين. تمام كده، ده اول سبب. اول سبب هو زياده السيبيوم برودكشن اللي هو بسبب زياده الاندروجين. ثاني سبب هو alteration in follicular growth، بيحصل زياده في نمو بصيلات الشعر البشره، والدهون اللي يعني اللي بتفرز زياده بتبقى محبوسه في الشعر، فبيحصل بكتيريا كولونيزيشن. ده لان طبعا السيبيوم ده يعتبر يعني افضل مكان او افضل ميديوم بيحصل فيه جروث للبكتيريا. فبعد كده ما بيحصل كولونيزيشن للبكتيريا، الجسم بعد كده بيتعامل معاها، بيحصل انفلاميشن، وبعد كده بيحصل اميون ريسبونس. تمام كده، دي اسباب الفورميشن اوف اكني. انواع الاكني، اول حاجه عندي الاوبن كوميدون او البلاك هيد سيبيوم اوبن تو هير. النوع ده اللي هو احنا هنا شايفينه ده، الاوبن كوميدون او البلاك هيد، هو عباره عن تراكم دهون، تراكم دهون وبعد كده بتبقى السيرفيس معرض للهواء، فاللي بيحصل اللون بيتغير نتيجه للاكسدايزيشن اوف السيرفيس، فبيحصل تغيير في اللون، بيحصل انه يتحول الى البلاك كلر، وعشان كده بيسموها البلاك هيد. بلاك هيد هي الاوبن كوميدون. هنا ما حصلش لسه انفلاميشن، مجرد زياده بس في افراز الدهون. تاني نوع هو الكلوزد كوميدون وهو الوايت هيد، هو برضو زي البلاك هيد افراز دهون زياده، لكن السيرفس ما بيبقاش بلاك لانه بيبقى متغطي بالكيراتين وبيفضل لونه وايت. يبقى الاوبن كوميدون والكلوزد كوميدون الاثنين دول سببهم زياده افراز دهون بس ما حصلش انفلاميشن لسه. تمام كده، نيجي بقى للبابيول، ده بدايه الانفلاميشن. البابيول هنا بدايه الانفلاميشن. الباستيول برضو في انفلاميشن بيزيد اكتر، يعني بتبقى مرحله بعد البابيول بتزيد الانفلاميشن، وبيبقى السيرفيس هاير اليفيشن اوف السكن، يعني بتبقى يرتفع شويه. يبقى البابيول والباستيول هما بدايه الانفلاميشن، الاوبن كوميدون والكلوز كوميدون لسه ما حصلش انفلاميشن. نيجي للي بعد كده اللي هو النوديوم، بيبقى عباره عن لارج بينفول سوليد بامبلز ذات ار ديب ان ذا سكن. النوديوم عباره عن لارج بابيول،
يعني الـ يعني البابيول اللي كان بدايه في الانفلاميشن اصبح لارج، اصبح بينفول، بقى في بقى سوليد وبقى مور ديب ان ذا سكين. السيست دي عباره عن لارج نادول، بتبقى برضه ديب، بتبقى بينفول، بتبقى اتملت بالباس، وممكن يكون فيها سكار، تتميز بوجود السكار. الاثنين دول مرحلتين دول النادول والسيست يعني عباره عن يعني هم يعني أسوأ أنواع الأكل، أسوأ أنواع الأكل. بيبقى يعني حالة بتبقى سيفير. يبقى أنا عندي الأوبن كوميدون والكلوز كوميدون، دول ما حصلت إنفلاميشن. في البابيول باستيول الاثنين دول بداية إنفلاميشن، النادول والسيست الاثنين دول السيفير من الأكل. قسموا الأكل اتقسمت according to إذا كان mild, moderate أو severe. The comedones and inflammatory lesions اللي هو papular fistula are usually considered severely moderate to severe. أنواع الأكني عندي هو mild والmoderate والsevere. Mild أكني بتبقى عدد الكوميدونز أقل من 20 وعدد inflammatory lesions أقل من 15. في moderate أكني الكوميدونز بتبقى من 20 ل 100 والانفلاماتوري ليجن بتبقى من 15 ل 50. السيفير اكني بتبقى التوتال كوميدون كاونت اكتر من 100 والتوتال انفلاماتوري كاونت اكتر من 50. يبقى هي كده اتقسمت مايلد مودريت سيفير. في المايلد طبعا ما بيبقاش انفلاميشن، في انفلاميشن. في المودريت بدايه الانفلاميشن، وفي السيفير بتبقى زياده جدا في الانفلاميشن. الأدوية بقى اللي بتزود لي الأكل، أول حاجة عندي الأورال كورتيكوستيرويد، ده بيزود الأكل. الكونتراسيبتيف ايجنت زي الميدروكسي بروجسترون والإنترايوترين بروجسترون، الأورال كونتراسيبتيف، التستوستيرون، الأنابوليك ستيرويد اللي بتزود تبني الجسم اللي بياخدها الشباب، الحاجات دي. الهالوجين زي الأيودايد والكلورايد والبرومايد والهالوسين. الانتي ابيليبتيك زي الكاربامازيبين والفينيتوين والفينوفارتيتال. الانتي توبركلوزز زي الايزونيازيد والفامبيسين. الانتي ديبريسنت زي الليثيوم، مهم جدا الليثيوم وبتسأل عليه كتير. الفيتامين زي البي 6 والبي 12 وسيانوكوبولامين، كل الحاجات دي بتعمل انديوز للاكل. لو جينا نشوف التريتمنت اوف اكني بتعتمد على الستيج، يعني حسب المرحله اللي البيشنت فيها انا بحدد التريتمنت بتاعي. في المايلد احنا قلنا المايلد حاله الاوبن والكلوز كوميدون، الاثنين دول ما فيهمش انفلاميشن، معنى كده ان انا مش هحتاج انتي بايوتيك اديه مع التريتمنت بتاعي. في المايلد بدي بس توبيكال ريتينويد، بنزويد بيروكسايد او ازاليك اسيد مع التوبيكال ساليسيليك اسيد، يعني الصابونه، صابونه الساليسيليك اللي بتتاخد مع التوبيكال ريتينويد او البنزويد بيروكسايد او الازاليك اسيد. في المودريت ستيج بيبقى بدايه الانفلاميشن، فبضيف انتي بايوتيك مع التوبيكال تريتمنت، التوبيكال ريتينويد او بنزويد بيروكسايد، وبضيف التوبيكال انتي بايوتيك او الاورال انتي بايوتيك. ده في المودرس، في المودرس ستيج. في السيفير بدي توبيكال انتي بايوتيك، اورال انتي بايوتيك، ممكن اضيف انتي اندروجين. وفي الاخر خالص لو ما حصلش تحسن للحاله البيشنت بدي الايزوتيرتونين از لاست لاين، وهنعرف ليه دلوقتي هو اللاست لاين اللي هو الايزوتيرتونين. يبقى المايلد توبيكال ريتينويد او بنزويد بيروكسايد او ازاليك اسيد مع صابونه السلسله. في المودريت بدي التوبيكال ريتينويد مع البنزويد بيروكسايد او البنزويد بيروكسايد، وبضيف التوبيكال انتي بايوتيك او الاورال انتي بايوتيك. في السيفير بدي توبيكال انتي بايوتيك، اورال انتي بايوتيك، ممكن اضيف الانتي اندروجين، واللاست لاين بتاعي هو الايزوتيرتينويد. تمام، هنتكلم شويه عن التوبيكال
ريتينويد. التوبيكال ريتينويد زي التيرسينويد، الادابالين، التازا روتين، في فوتو سنسيفيتي، عشان كده لازم استعمل معاه صن سكرين او استعمله بالليل وما اعرضش البشره للشمس. الافويد البريجننسي، يعني ما ينفعش ان انا استعمله في البريجننسي او انها تاخد طبعا ادكويت كونتراسبشن لو هي مش بريجننت. في بدايه استعمال الريتينويد بيحصل سكين ريتيشن، بيحصل دراينس للسكين، لكن بعد كده السنت بي ريزولف. هو طبعا يعتبر الفيرست لاين عندي فور تريتمنت اوف المايلد او المودريت انفلاماتوري اكني، لانه بيقلل لي تكوين اي كوميدونز جديده. تمام، يبقى الفيرست لاين عندي التريتمنت اوف المايلد او المودريت انفلاماتوري اكني هو التوبيكال ريتينويد. ممكن استعمله مع البنزويل بيروكسيد والانتي بايوتيك كمان. بياخد فتره طويله شويه على ما اشوف الايفكت بتاعه، بياخد حوالي 3 مانسز. في بدايه استعماله بيزيد جدا الحبوب، بتزيد جدا الاكل في مع البيشنت، لكن بتبتدي تروح في حوالي من اسبوعين الى 4 اسابيع. زي ما قلنا المفروض استعمل اتليست الاس بي اف 15 سان سكرين عشان هو عشان الفوتو سنسيف. تمام كده، ده بالنسبه للتوبيكال ريتينول اللي هو الفيرست لاين للتريتمنت اوف مايلد اور مودريت انفلاماتوري اكني. عندي بعد كده البنزويل بيروكسيد. البنزويل بيروكسيد والريتينويد هما الاثنين الترناتيف لبعض، يعني حتى هو زيه فوتو في فوتو سنسيفيتي، وبرده بيحصل سكين اريتيشن في البدايه. في بدايه استعماله بيحصل سكين اريتيشن، بيحصل بيلينج تقشير، بيحصل اريزما، بيحصل سويلينج وبيرنينج في بدايه استعماله، زي تقريبا زي الريتينويد. الافيكاسي بتاعه فور الكوميدونال اند انفلاماتوري اكني، لو احنا قارناه بالانتيبيوتيك هنلاقيه ان هما الاثنين زي بعض، لكن احنا بنفضل البنزويل بيروكسيد عن الانتيبيوتيك علشان الريزيستنس بتاع الانتيبيوتيك. تمام كده. ممكن استعمله كمونوثيرابي، وممكن اضيف له برضو حاجه ايجنت تاني للاكني، لكن هو ممكن يستعمل كمونوثيرابي، هو هيبقى طبعا مور افكتيف لو انا استعملت ايجنت كمان معاه. ما ينفعش استعمله مع التيرسينوين لانه بيعمل له اوكسيدايزيشن وبيقلل الافكتيفنس بتاعه، لكن لو هما يعني المفروض يستعملوا مع بعض البنزويل بيروكسيد والتيرتينوين، هستعمل واحد منهم مورنينج والتاني ات بيد تايم، يعني هفصل بينهم، لكن ما ينفعش احطهم الاثنين مع بعض، لان البنزويل بيروكسيد هيعمل اوكسيدايزيشن للتيرتينوين وهيقلل الافكت بتاعه. هاخد واحد الصبح وواحد بالليل. بالنسبه للانتيبيوتيك بقى فور تريتمنت اوف اكني، هو يعتبر سكند لاين. الانتيبيوتيك هو سكند لاين علشان الريزيستنس بتاعه. المفروض ان انا استعمله مع البنزويل بيروكسيد تو مينيمايز الريزيستنس. تمام، الفيرست لاين عندي كانتيبيوتيك هو المينوسايكلين طبعا، لانه بيس بينتريشن تو سيبيوس جلاند، وبعدين كمان هو الوحيد ال FDA approved for acne treatment. يبقى الفيرست لاين في الانتيبيوتيك هو المينوسايكلين. ممكن استعمل الدوكسيسايكلين قبل الاكل بنص ساعه، وممكن استعمل التتراسايكلين برضو على معده خاليه، وما استعملش معاه اي منتجات للالبان لانها بتعمل كيليشن للكالسيوم وبتقلل لي الافيكاسي بتاعه. ف التتراسايكلين كمان كونتر انديكيتد في البريجننسي لانه تراتوجينيك. الاريثروميسين برضو ممكن استعمله، بس هو برضو زي اي انتيبيوتيك له ريزيستنس، بيعمل جي اي تي ابسيت.
الميزه اللي في الاريثروميسين ان انا ممكن استعمله في حاله البريجننسي لو هي المفروض تاخد تتراسايكلين، ما ينفعش طبعا ادي لها التتراسايكلين لكن هدي الاريثروميسين. يبقى كل الانتي بايوتكس دي بتعالج الاكني، لكن الفيرست لاين عندي هو المينوسايكلين علشان البنتريشن بتاعه للسيفيس جلاند وانه اف دي اي ابروفد فور تريتمنت اوف اكني. تمام. الايزو 39 ده مهم جدا، اللي احنا قلنا عليه ان هو اللاست لاين. الميكانيزم اوف اكشن اوف الايزو 39، ايزو 39 اللي هو الزيركتان تقريبا، هو اسمه زيركتان في التريد نيم، بيقلل السيبيوم برودكشن. احنا طبعا قلنا ان سبب ظهور الاكني هو الانكريز في السيبيوم برودكشن نتيجه زياده الاندروجين، فالديكريز ان انا اقلل السيبيوم برودكشن ده هو ده التريتمنت بتاعي. فالايزو 39 بيقلل لي السيبيوم برودكشن وبيقلل جلاند سايز، بيعمل التر في الكريتينايزيشن باترن وله انتي انفلاماتوري افكت. الدوز بتاعنا من نص 1 ملي جرام بير كيلو جرام بير داي ديفايدد انتو تو دوزز، يتاخد مع الفود لمده من 4 الى 7 شهور. الادفيرس افكت بتاعه بقى هو له سايد افكت كتير، انه اول حاجه هو هيباتوتوكسيك، تيراتوجينيك، بيزود لي الترايجلسرايد والال دي ال، وبيأثر على البون، بيعمل بون ابنورماليتيز. تمام. الايزوكارتينوين علشان كل السايد افكتس دي وانه كمان تيراتوجينيك، المفروض علشان الدكتور يكتبه لازم الدكتور او الصيدلي والبيشنت يدخلوا على الاي بليج بروجرام ويسجلوا على البروجرام ده. الدكتور بيسجل عليه كل الانفورميشن بتاع البيشنت، هو الاول اخذ كذا وبعدين حصل تريتمنت فيلير وبعدين ادينا له كذا، عملنا له التست ده والتست ده والتست وهكذا، كل حاجه كل حاجه عن البيشنت بيكتبها الدكتور على الاي بليج علشان نقول ان هو كده المفروض هياخد الايزو 39. تمام. المريض كل شهر لازم الدكتور بيعمل له 4 تيست، هيعمل له الليفر فانكشن تيست عشان الهيباتوتوكسيستي، بيعمل له او بياخد له سي بي سي صوره دم كامله لان بيأثر على البون مارو طبعا، هيشوف الليبيد لانه بيزود ال دي اي والترايجلسرايد، ولو هي البيشنت ليدي بيعمل لها البريجنانسي تيست، ولازم تستعمل تو فورمز اوف الكونتراسبشن طول ما هي بتاخد الايزو 39. يعني الاربعة ستات دول مفروض يتعملوا للبيشنت كل شهر، كل شهر قبل ما ياخد الايزو 39 وطول ما هو بياخد الايزو 39. تمام كده. بالاضافه ان الفارماسيست لازم يعمل يعني ديسبنس الايزو 39 لمده 30 يوم بس، على قد الشهر بس، ما يعملش ريفيلنج، يعني مش زي في حاله مرضى الضغط والسكر اللي بيجوا يصرفوا اوتوماتيك كده كل شهر الادويه، لا لازم البيشنت اللي هياخد الايزو 39 لازم البريسكريبشن من الدكتور وبيعمل له الاربعه تيست دول، وكمان البريسكريبشن لازم تتصرف خلال اسبوع من تاريخ زيارته للدكتور، يعني المفروض اسبوع بس هو فرصه صرف البريسكريبشن، اكتر من كده لازم يرجع للدكتور تاني عشان يكتب له بريسكريبشن جديد. تمام. الاي بليتش مهم جدا مرتبط بالايزو 39، اول ما اسمع ايزو 39 على طول مرتبطه بالاي بليتش، هو اصلا البروجرام ده معمول للايزو 39. في بقى ادويه ثانيه برضو في تريتمنت اوف الاكني زي الازاليك اسيد اللي هو سكينورين اللي موجود في السوق باسم سكينورين، هو انتي ميكروبيال له كوميدوليتيك اند مايلد انتي انفلاماتوري بروبرتيز، كان امبروف الاكني انديوس بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. الحاجه اللي بتميز الازاليك اسيد جدا ان هو بيعمل تريتمنت الهايبر بيجمنتيشن اللي بتحصل بعد التريتمنت اوف اكني.
البقع البني اللي بتبقى ظاهره بعد ما الحبوب تروح كده من الوجه، بتظهر بيبقى سايبه بقع بني كده، البيجمنتيشن دي الازاليك اسيد افكتيف جدا في انه يعني يفتح البشره ويزيل البيجمنتيشن. هو افكتيف في المايلد والمودريت انفلاماتوري اند كوميدونال اكني، ده بالنسبه للازاليك اسيد. في برضه الدابسون 5% جيل يوز از مونوثيرابي فور انفلاماتوري ليجن، يوز فور مايلد والمودريت اند كوميدونال اكني. السلسليك اسيد كلنا عارفين صابونه السلسليت اللي بتتصرف مع اي علاج للاكني، هي كراتوليتك وكوميدوليتك، لها انتي انفلاماتوري افكت وبكتيريوستاتيك and fungistatic. Used in patients that can tolerate the benzoyl peroxide with tertinum. هي بتستعمل مع الاثنين يعني. في كمان for treatment of الاكل الهرمونال ثيرابي زي الكومبايند اورال كونتراسبتيف، بيقلل الاندروجين اكتيفيتي، بيقلل السيفيريتي اوف انفلاماتوري اند نون انفلاماتوري اكل. Recommended for use as an alternative agent for women with moderate to severe acne. التارجت دوز بتاعي هي من الإيسينايل إستراجول هي من 20 ل 35 مايكروغرام. لقوا إن الثيرد جنريشن بروجستين هاف ذا ليست أندروجينيك أكتيفيتي، لكن الفورث جنريشن أبيرز تو هاف أنتي أندروجينيك أكتيفيتي. الهرمونال ثيرابي الاورال كونتراسبتيف ده ممكن يكون له ديوال افكت، ديوال افكت مع الليدي لو هي هتستعمله ككونتراسبتيف في نفس الوقت فور تريتمنت اوف اكني. It may be used to prevent pregnancy in patients using isotretinoin. في كمان عندي السبيرونولاكتون، هو بيعمل سبريشن للاوفاريان اندروجين برودكشن زي ما قلنا. الاندروجين كل ما يقل الاندروجين بيقل السيبيوم برودكشن وبيعالج الاكل. السؤال اللي عندي اول سؤال 17 years old girl عندها 17 سنة في عندها انفلاماتوري اكني في الوجه وفي الرقبة، استعملت حاجات كتير منها البنزويل بيروكسيد لوحده، واستعملت البنزويل بيروكسيد مع الانتي بيوتيك، وجربت تاخد برضو التوبيكال ريتينويد، وجربت المينوسايكلين اورال، وعايز يقول لي انه هي جربت كل حاجه، وبعد كده عايزين في الاخر ايه اللاست لاين. يعني ما جربت المينوسايكلين but still the symptoms لسه موجودة، فراحت للدكتور قال لها هنجرب آخر حاجة اللاست لاين عندنا هو الايزوتريبتينون. Which one of the following additional measures must the providers comply with before starting therapy؟ إيه أول حاجة هعملها أو الدكتور هيعملها قبل ما يبدأ معاها treatment of الايزوتريبتينون؟ احنا فاكرين قلنا الايزوتريبتينوين مرتبط على طول بالاي بليج سوك، لازم علشان اعالج البيشنت بالايزوتريبتينوين لازم اسجل على البروجرام ده اللي هو الاي بليج. فالاجابه عندي هي انرول ذا بيشنت ان ذا اي بليج بروجرام تو هيلب افويد تراتوجينيستي ان ان بلاند اور بلاند بريجننسي. طبعا هو الايزوتريبتينوين تراتوجين، لازم نعمل انرول للبيشنت في الاي بليج. الاجابه عندي هي A. في برضه 17 years old boy with inflammatory acne على الفيس وعلى الشولدر وعلى الباك نتيجه للفوتبول سيزون، حصل اريتيشن من العرق كده، فهو عايز ياخد حاجه للتريتمنت وفي الاكني بس ما تكونش توبيكال، هو عايز حاجه اورال، عايز اورال ثيرابي فور تريتمنت اوف اكني. Which one of the following is the best agent for DM to try with respect to
تيست كلينيكال افكتس. هنديله ايه؟ الدوكسيسايكلين ولا تتراسايكلين ولا مينوسايكلين ولا اريثرومايسين؟ احنا زي ما قلنا كل دول بيعالجوا الاكني، الدوكسيسايكلين والتترا والمينوسايكلين والاريثرومايسين. بس قلنا الفيرست لاين عندي هو الاف دي اي ابروف اللي هو المينوسايكلين، يبقى المينوسايكلين هو الاجابه الصح عندي اللي هي سي. هنبتدي بقى في البيرنز. بيرنز بسيط جدا، كلامه سهل خالص. إيه، انا عندي 3 ديجري من البيرنز. الفيرست ديجري بتبقى بس في التوبيكال او في التوب لاير من السكن. بيحصل دراينس في السكن شويه، بيحصل سويلنج، بيحصل سكن دامج، بس بيبقى يعني الجلد شويه محمر وشويه بينفول. لكن هو في الاول في الاخر هو فيرست ديجري، يعني زي الاسعاعات الخفيفه اللي كلنا بنساها دي. بيحصل هيلينج للبيرن ده في حوالي من 3 الى 10 ايام. ده الفيرست ديجري من البيرن. السكند ديجري بيبقى حصل، يعني بيبقى في ديبر في اللير بتاع السكن، يعني بيبقى وصل الابيديرمس وجزء من الديرمس، وبدات تظهر البليسترز اللي هي الفقاقيع، وبرضه بيبقى painful. في التريتمنت او الهيلينج بيحصل في خلال اسبوعين. في الفيرست ديجري قلنا من 3 الى 10 ايام. الثيرد ديجري من البيرن بيحصل full thickness of skin including damage of tissue under skin. طبعا بيبقى الجسم يعني الجلد، يا ربنا يعافينا ويعافيكم، بيبقى متفحم، وبتبقى ما بيبقاش بقى خلاص في بين، تبقى الخلايا المسؤولة عن البين تبقى كلها خلاص ماتت. يعني تبقى صعب، ربنا يعافينا ويعافيكم من كل انواع البيرنز. يعني يبقى عندي 3 ديجري من البيرنز، الفيرست والسكند والثيرد. في التريتمنت اوف بيرنز طبعا اول حاجه هعملها بالنسبه للنون فارماكولوجيكال انترفنشن ان انا بعمل ريموفال للسبب البيرن ده، بعمل بزيل المصدر بتاع البيرن. ثاني حاجه ان انا بستعمل ميه عاديه جدا من الحنفيه، بسايب ميه على الاريا بتاع اللي حصل فيها بيرن. ما بستعملش ابدا التلج، زي ما كلنا بنجري على الفريزر وناخد اي حاجه متلجه ونحطها على المكان بتاع البيرن ده، لا ما بستعملش التلج ابدا، لانه فازو كونستريكتور بيزود حاله بتاع البيرن، يعني ما ينفعش. ممنوع اعمل سكرابنج، يعني مجرد بس الميه نازله على المكان اللي حصل فيه الحرق، ما اعملش سكرابنج، ما احكش الجلد، ابعد خالص عن البلسترز، ما فيش عندها ولا افتحها. بستعمل بقى حاجه في الفارماكولوجيكال تريتمنت ان انا بستعمل حاجه انتي ميكروبيال، لها انتي ميكروبيال افكت زي السلفا دايزين. لو البيشنت عنده الرجي من السلفا بستعمل السيلفر نيتريت، يبقى الفيرست لاين هو السلفا دايزين. لو في بين طبعا بستعمل باراسيتامول او ايبيبروفين، ممكن ادي انتي بايوتيك عشان امنع الانفكشن. سهل خالص البيرن، مفيهوش كلام كتير. فيرست لاين هو سيلفر سلفا دايزين، بدي حاجه انالجيسك وبدي انتي بايوتيك عشان امنع الانفكشن. لو في الرجي من السلفا دايزين بدي سلفا دايتريت اللوكال ابلكيشن. السؤال عندي في البيرنز، 8 years old man was admitted with scaled burns. جه وعنده بيرن بيغطي حوالي 35% من التوتال بودي سيرفيس بتاعه. البيشنت ده الرجي للبنسلين والسلفا، which is the best topical antimicrobial for this patient. هو جسمه 35% من جسمه السيرفيس بتاعه يعني في بيرن، هو عنده حساسيه من البنسلين ومن السلفا. ايه اللي ممكن اديهوله؟ هل اديله سيلفر
سلفر ازيل ولا نيفينايد ولا سيلفر نيتريت ولا نيستاتين؟ هو اليرجيك من السلفر فمش هينفع ادي سيلفر سلفادازين، وبرده مش هينفع ادي ميفينايد عشان هو برده داخل تركيبه سلفر. النيستاتين انتي فانجر، يبقى الصح او التريتمنت الصح عندي هو سيلفر نيتريت اللي هو سي. Which outcome is correct regarding metabolic changes in critically ill patients who have suffered significant burn injury؟ ايه الاوتكم اللي بيحصل للبيشنت من البيرن انجري؟ هل بيقل الدراج فوليوم اوف ديستريبيوشن ولا immediate هايبر ميتابوليك ريسبونس starting with hours of injury ولا بيقل الجلوميرال فلتريشن ولا ماركت انكريز في البروتين كاتابوليزم؟ في البيرنز طبعا في يعني حالات الحرق ربنا عارفينها جميعا وعارفينكم، بيبقى فيه طبعا ستريس وبيحصل ديستربنس في الميتابوليك ستيتس عند البيشنت، يعني ستريس والديستربنس بيحصل طبعا انفلاميشن، بيقل الجلوكوز بيبقى مش كفايه، يعني الجلوكوز في الوقت ده بيبقى مش كفايه كمصدر للانرجي، فالجسم بياخد البروتين كمصدر للانرجي بدل الجلوكوز، فطبعا بيحصل تكسير للبروتين وبيحصل بروتين كاتابوليك. يبقى الاوتكم بتاعي من البيرن انجري هو ماركت انكريز في البروتين كاتابوليك. السرياسيس